هل السي فود للأغنياء بس؟ بنزل أي فيديو جديد ملوش علاقة بالأكل الكومنتات. هي يو، ناس كتير فاكرة إن السي فود للأغنياء بس، دي حقيقة. بس محركات بحث الهكساتو اكتشفت ثغرة للسي فود، وفين؟ في المعادي، على النيل، وفي فيش ماركت كمان. وعمل ثلاث طواجن اسمهم التوربيد، وهم طاجن الجمبري وطاجن سي فود ب 89 جنيه وطاجن بطارخ وبيض سبيط ما علينا ب 94 جنيه. الاسعار شامله الضريبه، السعر غير شامل الخدمه في المكان، يعني قول 100 جنيه. طيب ردا على الكومنتات بتاعت ما كده غالي برضه معلم، سي فود على النيل في فيش ماركت فوق، واعرف مين مرمي على الارض، مين مرمي على الارض. ماشي دخلنا، وشكله محل سمك فعلا. صباح الفل. وبعد ما قعدنا جوه يا نهار اسود اكتشفنا ان في اوت دور، فقلنا نقعد بره النيل احسن وتصور كتير. ما انت دافع بقى. انا عارف ان فيش ماركت غالي، وبصراحه انا ما بجيش هنا كل يوم، بس انا طلبت من الوجبات الفرديه اللي مش بتنزل مع المنيو، انا اللي سالت عليها. اكلنا واستمتعنا بالمنظر على النيل. ايه الحوار ده؟ كالعادة حبيت اوصل لكم ان مفيش حاجة اسمها للأغنياء بس، حتى لو هي للأغنياء بس. فأشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.